ما تزعل مني يا شاهين، بس انتو ولاد عم واصحاب وربيني سوا، زوجتك الكريمة بنتهم. شو لزوم هالحكي يا سيد نامر؟ معك حق، بس حبيت اقول لك انه الدم ما بيقلب مي، يمكن صار لازم زدتوا خلافاتكم وراكم. صار لي فترة بيناتكم صرت مقتنع انه الهيبة ما بتمشي غير فيكم ومعكم. انتو تاريخ المنطقة يا شاهين، نحن حضرها وولادنا مستقبلها. هيتك ناوي عالجازي يا نامر، ما تواخذني شلت الكلفة. فيك تقول ناوي على الخير. شوف لك بنت الحلال. عم دور على اولاد الحلال، لاحقين على النق والنكد. العشا جاهز معلم، تفضلوا. شرف. هي الطاولة اللي كانت الطعمة وتشرب، صارت جوعانة وعطشانة لترجع اللمة. الله يهدي البال يا أمي ويفرج همنا، بعدين أحسن ما تقعدي لحالك. إيه؟ وليش أنت ما عم تقعدي مع جوزك؟ مروة خدي غازي ونيميه بغرفة منى. لا ما في داعي، هلا جاي شاهين لازم نمشي. ليرجع بيفرجها الله. أم علي. نعم. حطي إيدك معي يا أم علي. بس لخلص الجاليات. الجاليات لمروة، شرفي معي. تكرم. الموضوع منه بالسهولة اللي انت مفكرها يا نامر. هودي عشير ما منيح نعمل معهم حرب، بعدين العالم بدها تشتغل وتعيش وتطعمي ولادها. صحيح معك حق. لك انا مهووس تاريخ.